حياكم الله متابعينا الكرام. اليوم تغطيتنا من درة المناخ. طبعا الفريق هذا مهزوم فايز. ايش السالفه اليوم؟ تعادل نقطه يعني. اوكي هذا معاهم ما ندري حزنان ولا زعلان ولا ايش فيك يا دي ماركو؟ زعلان انت؟ ما بيلعبوني. ما بيلعبوك يا دي ماركو. دي ماركو الكاميرا هنا. ليش ما لعبوك؟ والله ما اقدر. قول لهم انا مهاجم خطير. طب نشوفك في الملعب. هنا الفريق الثاني بقياده مين هنا؟ مين وين كابتنكم؟ تيم. يا حي تيم، كم عندكم نقطه اليوم فايزين؟ حكم غشاش. بلنتي صحيح. هذا دائما هذا حمزه هو اللي يسبب البلنتيات. عندك كرت احمر؟ لا. الا كرت احمر ومطرود. يعني وضعكم صعب. نشوفكم بعد مباراه ثانيه. لا لازم حمزي. الفريق الازرق اليوم بقيادة احمد. طبعا احمد نشوف هنا زعلان منفس، يقول له والله اوريك انا كابتن. وين كابتنكم؟ اي هدفين ما حسبوها. تفوزون يا عيال ان شاء الله. تفوزون ان شاء الله. زعلان احمد. كابتنكم سلطان و نائب الكابتن هذا فايت. انتم بخير. مبارك نبي هدف. انا نبي الهاتريك. مزيله كاميرا اليوم عندك في الملعب. اي نبي هاتريك. هنا مبارك. مبارك اليوم ما في الا خلطه. وين المهاره؟ طيب سي حركه شيء اي شيء. اوه العب يا ميسي. اللي ليو لوكاكو. ابو مرسال. اوه لا يا ابو مرسال خطير والله. عندك مهارات يا ابو مرسال. قوي ها. روقان من نص الملعب دخلنا لك. العب يا روقان. اوه الخصم ها الماتش ذا. قول يوم ماتش. قول محمد وليد والرحال. يلا يا وليد. الله عليك يا وليد. الله عليك. جابها والله. جابها وليد. بونو. الله عليك يا بونو. ديما بونو. بسام ضد وليد. يلا يا وليد. مزعة يا وليد. تخاف من المزع. طلعتم يا تيم. طلعنا اقول له حجر ورقة بقص. تعال طيب اعطنا وجه هنا يا ولد في الكاميرا. ليش زعلان طيب؟ بكرة عندك دور الثمانية. تفوز تعطينا النتيجة ولا؟ عنده بكرة ضد الخلدية صح؟ لا ضد ديدي. تجيبوها قدها يعني. اوكي ديما بونو. الا ديما يا الروقان. بونو مبدع اليوم في البلنتيات. دخلناك بنص الملعب. خمس بلنتيات شاتوا عليه صدتها. يا 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 مبدع في رمضان ها؟ هذه عروض رمضان. احسن من بنزين.